الملك ينهي عطلته بطنجة بتوزيع أظرفة مالية على جيرانه بمناسبة العيد. نقلت مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس قام بتوزيع أظرفة مالية على جيران قصره بجبل كبير، وذلك بعد انتهاء عطلته بشمال المملكة. وذكر موقع سعود أبريل المحلية أن الملك منح عددا من جيرانه مبالغ مالية قدرت بعشرة آلاف درهم كهبة ملكية بمناسبة عيد الأضحى. وأورد ذات المصدر أن عنصر من الدرك الملكي وعون السلطة شهدا وهما يتجولان في الأزقة المحيطة بالإقامة الملكية ويطرقون أبواب المستفيدين لتسليمهم هذه الهبات. من جهة أخرى، أوردت مصادر أن ولي العهد مولاي الحسن فاجأ العديد من المواطنين أمس الجمعة وقام بزيارة مباغتة لمستشفى محمد السادس، وهو ما استنفر الأجهزة الأمنية وإدارة المستشفى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.